عشان معي نسوان برا بنفع اعطيك 20 ل 16 يعني؟ والله ما بينفع خلص بينفعش، معكش مصاري ما مش ضروري تاكل شيء. 36 شيكل هذا 20 ضلك 16 علي يا عمي، توكل على ماما بقدرش. انا بالصدفه ناسي دزان اليوم يا عمي، روح جيب مصاري بعدين تعال خذ. طب اجي لك يوم بكره الصبح. ايوه برضى عليك مشيري يا عمي، بقدرش بقدرش خلص، بضل عليك 16 شيكل، بضل عليك 16 بجي لك اياه. طب خلص روح جيب ال 16 تاخذ ثلاثه يا 16 انت. طيب بجي لك اياه بكره الصبح. بقدرش والله بكره الصبح بجي لك اياه. بقدرش والله يا عمي، خلص توكل على الله، روح جيب مصاري بعدها تعال. بدك اياه بس 3 سندويشات 12 ل 20 شيكل، بقول له جيب باقي المصاري. قول لي معي انا عامل شيء اشهاد، بقول لك انا نسيت الزينه عشان معي الناس. يعني كل الاحترام كل الاحترام، خلاص بريد الزينه بالصوت بريد 20 شيء. خلص انا بكمل. لا يا عمي شهاد، انا عامل قصيده تحريري. الله يرضى عليك يا اخوي. يعني بتعرف هذا الكلام؟ خلص وين انت؟ وين انت؟ انا من انا من قلبي مانيش من انا. لا لا اجي لك اياه اجي لك اياه رجال الباكي. روح من وين انت يا عمي؟ انا من كلكيلي. اذا مش طب وين ابعث لك اياهم؟ ما تبعث لي اياهم خلص يا زلمه، ولا دعي لنا. لا ببعث لك اياهم. طب روح خلص. لا والله يا عمي هيك جيب لي الباقي بس. خلص ببعث لك اياهم، ببعث لك اياهم يا عمي. روح خلص. انا مش جاي اشحد يا عمي. انا عامل جاي اشحد يا عمي، برضه انا شعرت انك جاي تشحد، شعرت انك فعلا مقطوع الزلمه. مش خلص اسمع. خلص روح. بس ببعث لك اياهم برمضان، رمضان. يا عمي دين اعطينا واحد مسكين عندي. دين ابعثهم لله. لا لله ايوه. انا برمضان راح نبعث لك اياهم على برنامج النخوي. لقضية نجاح ان شاء الله. لا عن جد بتحكي ولا؟ لا عن جد كل الاحترام لشخصيتك. على فكره درست في النجاح انا يعني. كل الاحترام لشخصيتك وللناس اللي مثلك حبيبي. تسلم. لا يا زلمه احنا كنا مع بعض من الكهرباء. يا عمي بشوف الله عليك، ما ترميش بالك علي، معكش مصاري؟ مش معيش مصاري والله، معي بس والله انا زين دزدان اليوم بصوت فين زين دزدان. خلص معوش بلزموش هيك، تعرف هذا المثال. مش مشكله بكره بجيبك. لا ما بقدرش. طب انا بدي انا بدفع عنه، مش مشكله ما بقدرش انا بدفع عنه. مش بكره بعطيه. بكره جاي اضحك علي يا عمي، انا والله نفسي دزداني. بكره بجيب لك دزدان يعني، خلص توكل على الله. ما بكره بجيب لك اثنين. تدفع عنه يعني؟ بدفع عنه. يعني انت بتدفع عنه؟ ادفع عنه. مش بدفع عنه، ناس بتزدان هذه بتضايق. مش والله طبعا بكره بدفع عنه. يعني بتدفع عنه؟ بدفع عنه. طب ادفع عنه خليه ياخذ سندويش. حياة الله يا عم. لا يا عم لا يا عم خلاص بلاش تعطيني اياه. انا بدي لك اياهم بكره يا عم. يا عم انا بقدرش كل الليله اجي لك، ليس يفضل فاتح الليله. عم معك هيئه مصاري ولا معكش هيئه مصاري؟ ناس الزين يا زلمه. معك هيئه مصاري ولا معكش مصاري؟ والله ما انا حامل. بقول لك ناس الزين خلص اسالكم عشان معي. اسالكم بتدفع عنه انت عشان عيب يعني؟ انا عشان المره برا والبنت والله بتخزبان. معك تدفع عنه؟ انا معي بدفع عنه. اتفضل ادفع عنه. شو بدك؟ لا يا عم الارض عليك الله يسلمك. انا بدفع عنه، انا جاهز. هذا البرنامج برعايه شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل. تومي الأسطورة. مول الكرد. خذني عند الأسطورة الله يخليك، هذا هو الأسطورة والاسم كبير. ملحمة ومشاوي الأسطورة، الأسطورة في عالم المشاوي. الخليل، دائرة السير، بإدارة صقر القواسمي وصالح البكري. صقر يا ابن القواسمي عالي الجبين، صالح البكري والله ملك وفنان. والله انا قصيدي خلي الزلمه يدفع عنك بعديها. الزلمه عشان يعني معاه نسوان ومعاه بناته، عيب يعني؟ يسلك حاله ويسلك اموره. والليله بيدفع لك بقول انا بدفع عنه، هو بيدفع لي يعني. انا جاي وانا بشتري احراج كل لك يا عمي. لا ولا احراج. من مين انت؟ انا ابن مازن جمع. وين ساكن عشان اجي لك اياه مع المصاري؟ انا مطعم مازن ساكن هون شارع السهل. مش مشكله، مش على المصاري عادي يعني. بدك تدفع لي اياهم اجي لك اياهم انا يا عمي؟ بجيب لك اياهم. بس وين اجي لك اياهم؟ وين بدك تجيبهم؟ قول لي وين عم اجي لك اياهم؟ والله ان الامانه كل احترام لك.
تفضل ادفع عنه خليه ياخذ صدر شيء. والله يا عمي نحصي شو بده هلا هلا الله يحييك. يعني انت بتعرفه بتدفع عنه؟ عادي شو بعرفه بتعرفه معرفه من اول ما احراج ناس الزين في الدار ندفع عنه. في بينك وبينه معرفه ولو بده انت حر يعني اذا نصب عليك نصب عليك. عمار يا بلادي يا ارض النور والبركات. عمار يا بلادي يا نبع الخير والخيرات. استاذ بقدرش خلص وكل على الله جيب 36 شيكل. يا خبرتش حق 30 36 شيكل بخدها ايش بدل عليه 16 وخصص. يا عم بقدرش وكل على الله خلص وكل على الله ما بقدرش بقدرش خلي شيكل واحد. يا اخي انا مش جاي اشحال انا بدنا الناس تزداني. يا عمي انا رضا يا عمي بقدرش خلي الصوت يطلع في المحل. يا عمي بزبون مش زبون انا ما بقدرش خلي الصوت يطلع. خلص تفضل وكل على الله جيب 16 شيكل بكمل لك على ثلاث سندويشات. هذا مو اخي انا جاي اشهد انا ولا اخذ لك على 16 عندي نسوان برا كيف اطلع ايت ما ياخذ لهم شيء. مش ذنبي مش ذنبي مش ضروري تعزمهم. تفضل امسك. طب غلطت غلطه مع فكرت بالزن معي غلط زن مش معي خيي. يا عم انا طب شو اعمل مش غلطني ولا غلط لك هاي غلطني ولا غلط لك. لا الساعه فاتح الليله احنا الوحده فاتحين خلص الليله بجي لك اياكم انا شوي بعد والله دقيقه واحده ما بستنى. تفضل يا استاذ جيب لي 36 شيكل تعال تاخذ ثلاث سنين بس عشان الطبيب يكون عندك مصريات. يا عم ما بقدر شو اطلع قدام النسوان هيك. يا عم ما بقدرش طعميهم فلافل امسك مش ضروري شوي فتح محل الشوي مطعم فلافل. يا عم مش ضروري ما انا مش شغلي انا مش شغلي. اذا اخذ هي 16 مني. لا يا عم مش علي شو بفكر جاي اشحط هي 16 ادفعوا للزلمه راجع. لا يا عم الله يرزقك. لا يا عم هو بيعرفني زبون انا الزلمه روح ادفع. يعني انت بتعرفه بتدفع انا بعرفوش. يا عم انا مسامحه الدنيا. وين انت وين تجي لك انا تجيني على الله. يا عم انا مسامحك. يا عم خلاص ادفع 16 شيكل. لا يا عم اجي لك اياهم. يا عم امسك الله يسهل عليك. يا عم اجي لك اياهم دينها. يا عم روح ادفع 16 يا زلمه. يعني انت بتعرفه بتدفع عنه؟ ايش بتعرفه؟ لا بعرفوش. يا عم اجي لك اياهم. عم برمضان. لا يا عم برنامج النخوة. هاي في برنامج النخوة بتلاقيهم. كل الاحترام لشخصيتك. معك برنامج النخوة ان شاء الله بتشوفنا بشهر رمضان المبارك على قضية النجاح. كل الاحترام لك سيدي. الله يخلفك حبيبي. الله يسلمك. هذا البرنامج برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل. تومي الأسطورة. مول الكرد. انا مش فاتحها تكيه والله دقيقه واحده ما بستنى. تفضل جيب 16 شيكل هون. تفضل 16 بدي لك يا عم. انا ما بقدرش ما بقدرش. بقول للناس تسند الزين سبقل للناس بدي اجيب الشوير. ما يا عم مش شغلي نسيان الزين. انا مش شغلي انا حاليا زلمه مش لازم تسوي انت معي هيك اصلا. يا اخي ما حد ضربك عيدك تنسى الزين. هلا صرنا قايلين لهم دخلت نسيان الزين شو اعمل يعني؟ بقول لك 16 الليله بجي لك اياه. مش ضروري تاكل شوي. انا شو بدي فوتك بتجيب مصاري؟ اه الليله بجي لك مصريه. لا ما بقدرش. زلمه احكي احكي كلام هادي. يا عمي ما بقدر ما بقدر. انا مش رح هادي يا حبيبي. بدك 16. يا عمي 36 بيطلع حقهم. خلص بجيب 36 بتاخذ 16 بجي لك 16. ما بقدرش. انا مش رح هادي حبيبي. انا بقول لك دين دين ايام بس كمان ساعتين بكون عندك. خلاص وش الوضع؟ بقدرش والله والله ما بقدر. يا عم شو مالك يا عم؟ شكرا يا حاج الله يرضى عليك. شكرا يا عم على كل حال. عم جيب مصاري وبتعرف خذ اللي بدك اياه. يعني عامل برنامج النخوه شوف النخوه في اهل البلد كيف انه بتعاطف مع الناس البلد. كل احترام وتقدير لكم. شوفونا ان شاء الله شهر رمضان المبارك. خلينا مع بعضنا نقول لكم رمضان. نقول لكم رمضان.